استغيزوا هاتلو زيزو، هكذا كانت تغني جماهير الأهلي في السبعينيات. لم يكن تعلقها باللاعب القصير الموهوب عبد العزيز عبد الشافي تعلقا عاديا، عشقته الجماهير بجنون، ارتبطوا بموهبته وأخلاقه أيضا، فأصبح منذ الصغر واحدا من أهم أساطير الأهلي الكروية. ولد عبد العزيز مصطفى عبد الشافي بالقاهرة بعد 5 أشهر فقط من ثورة يوليو عام 1952، انضم لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء وعمره 15 عام، لكنه خطف الأنظار سريعا ليتم تصعيده للفريق الأول بعد 2 فقط، ليضع بصمات عديدة ولينال شعبية جارفة خلال 10 سنوات قضاها بالفريق الأول بالأهلي. لكن الإصابة اللعينة حرمت الكرة المصرية وعشاق الساحرة المستديرة من موهبة نادرة توقف أمامها كل المدربين الذين أشرفوا على تدريبه، بل إن المنافسين قبل الأصدقاء والأحباب أشادوا بقدراته وسلوكه. كان زيزو محبوبا من الجميع، نال شهرة واسعة بعدما لعب لمنتخب مصر وعمره 17 عام، وهو من النجوم القلائل الذين ارتدوا فانلة الفراعنة في هذه السن الصغيرة. بعد الاعتزال خاض زيزو تجربة تدريبية ناجحة منذ عمله بقطاع الناشئين بالأهلي، سريعا ما تولى واحدا من أهم المناصب، حيث عمل مديرا للكرة عام 82، ثم عمل مدربا مساعدا للراحل محمود الجهري، تولى تدريب منتخب مصر الأولمبي والعديد من الفرق في الدوري الممتاز كالاتحاد، المقاولون، أسمنت السويس، بلدية المحلة، حيث صعد مع البلدية لنهائي كأس مصر عام 2002. تولى زيزو تدريب العديد من الفرق العربية من أبرزها اتحاد جدة، الأهلي السعودي، النجم اللبناني، حقق مع كل هذه الفرق نجاحات كبيرة. دائما ما تصفه جماهير الأهلي بالمنقذ، لم يتأخر يوما عن النداء، كان حاضرا بقوة في كل المناسبات. لا يزال هذا النجم الكبير متمسكا بمبادئ الأهلي التي تربى عليها، يرفض المساس بكبرياء ناديه مهما كانت الظروف، وبرغم أدبه الجم وهدوئه المعهود إلا أنه يتحول لشخص عصبي للغاية عندما يتعلق الأمر بالأهلي. تنتظر الجماهير طلته الليل على شاشة الأهلي ليرد على كافة التساؤلات وليستعيد الكثير من الذكريات. يتحدث عن دوره الجديد بعد تعيينه مديرا رياضيا للنادي وعضوا بلجنة الكرة، يكشف عن مستقبل الأهلي ورأيه في الصفقات الجديدة للفريق وأشياء أخرى مع الراجل الأهلاوي جدا كابتن زيزو بعد الفاصل.